جزء بالنسبة لي هو أن أسمع إلى أكبر عدد ممكن من الأصوات والآراء، لأن هذا التنوع إحنا محتاجينه، وهذه حالة الإنصات إحنا أيضا محتاجينها، مو بس ككتاب حتى يعني كأشخاص. خرائط التيه قصة أسرة تفقد ابنها في الحج، وتأثير هذا الحدث النفسي على الأسرة والاجتماعي، يعني كيف أن كل واحد بالأم أخذ، الأم والأب أخذوا خط مختلف تماما في ردة فعلهم على الصدمة أو التراما مثل ما يقولون، وتأثير هذا الشيء ما يحدث على الأرض على علاقتنا بالسماء أصلاً.